اخر 24 ساعه قبل حلقه امبارح كان في كلام عن الانتقالات والتجديدات والخلافات والاقالات، وكلها كانت اخبار بدون مصدر وغير صحيحه. الحمد لله اتكلمنا عنها هنا امبارح في حائط صد. النهارده الحقيقه رصدنا عدد اقل بكتير جدا من الاشاعات والاجتهادات الصحفيه بخصوص النادي الاهلي خلال فتره الراحه الحاليه. وده انعكاس ايجابي الحقيقه لهذه الفقره، فقره حائط صد، والرد بشكل سريع ومباشر على كل ما يخص النادي الاهلي. الهدوء مطلوب خلال الفتره الحاليه في الحديث عن الانتقالات، مش الانتقالات بس، غيرها كمان من المواضيع. خصوصا زي ما قلت لحضراتكم امبارح ان الاهلي مقبل على تحديات كبيره كلها قبل شهر يناير. يعني اذا كنت تريد ان تتكلم عن انتقالات فهتتكلم عن انتقالات عشان ايه؟ عشان الدوري والبطوله الافريقيه، لكن انت دلوقتي عندك بطوله السوبر المحلي اللي هي النخبه اللي هي الاربع فرق، وعندك دوري بقيه دوري ابطال افريقيا او اول دوري ابطال افريقيا في المجموعات، عندك الدوري المصري، عندك كاس العالم للانديه، كل ده قبل شهر واحد. عشان كده دايما بقول ان جمهور الاهلي هيكون حائط صد للحفاظ على استقرار الفريق قبل كل هذه التحديات. فدلوقتي بعض البرامج بدات تدخل في سكك اخرى، جربوا كل المحاولات السابقه وما نفعش. دلوقتي بيستضيفوا بعض مسؤولي الانديه يقولوا ايه؟ اصل الاهلي وقع مع 2 من لاعبتنا وبعدين احنا جددنا عقودهم، واصل احنا في مفاوضات اللاعب الفلاني عملنا كذا، والنادي الاهلي عرض كذا وتوقف عرضه عند كذا. الغريبه ان كل الكلام ده بدون مناسبه. يعني ما هي المناسبه لظهور مثل هذه الاحاديث دلوقتي؟ احنا دلوقتي في فتره توقف دولي، الكل في ظهر منتخبنا الوطني، بعيد عن النادي الاهلي بقى، يعني حتى احنا هنا داخل القناه بنقول اخبار النادي الاهلي بسرعه عشان نرجع نتكلم عن المنتخب. عشان كده انا بوجه الدعوه من هنا لمختلف البرامج الرياضيه، يا جماعه عايزين ندعم منتخب مصر، نركز مع منتخب مصر. منتخب مصر محتاج الدعم، منتخب مصر محتاج المسانده في الوقت الحالي. عندنا ماتش بكره وعندنا ماتش يوم الاحد، عايزين بكره 30,000 متفرج، ندعو الجميع ان يتواجد بكره في المدرجات. وامبارح هنا مع حضراتكم ناقشت بالتفصيل بعض الامور المهمه الخاصه بالتحكيم الافريقي خلال تصفيات كاس العالم، سواء اختيارات الحكام او غياب تقنيه الفار. على فكره ده لمصلحه منتخب مصر برضو، وده اللي المفروض ان كلنا نتكلم فيه في الوقت الحالي، دعم منتخبنا الوطني، مش هي ادخل النادي الاهلي في اي موضوع وخلاص. اتمنى ماتش مصر وجيبوتي بكره يغير شويه من طريقه بعض البرامج في تناولها للموضوعات، لأن الموضوعات اللي بيتناولوها هي موضوعات مش في وقتها. هو ده اللي أنا هقدر أقوله.